علشان نعرف أكتر ويقربنا أكتر من بعثتنا هناك. زميلنا شريف شعبان موجود طبعاً من وقت طبعاً سفر البعثة يوم الجمعة اللي فات، على الهوا دلوقتي معانا بالصوت والصورة عشان يطمننا على الأجواء. البرنامج التأهيلي اللي عمله دكتور أحمد أبو عبلة للعيبة علشان يتأقلموا على الجو أكتر، قربنا من الكواليس أكتر يا شريف. وكلمني كمان عن الاصابات، قول لي ايمن هيشارك ولا لا، مروان حالته عامله ازاي لحد دلوقتي؟ مساء الخير يا شريف، بنرحب بيك. مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير سهام، مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من فندق اقامه النادي الاهلي. بطمنكم طبعا على فريق النادي الاهلي، يمكن فريق النادي الاهلي كله في الغرف، يا رب باذن الله تكون ليله سعيده باذن الله، وبكره باذن الله نفوز على فريق كبير، هو فريق سيبا التنزاني في عقر داره. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، الحاله الطبيه كويسه جدا جدا جدا. ايمن اشرف شارك في كل التمرينات من قدومه الى تنزانيا الى اخر تمرين اليوم في ملعب المباراه، التمرين الرئيسيه شارك في كل التمرينات ما شاء الله، واصبح جاهز بنسبه 100%، وطبق الرؤيه الفنيه لمستر موسيماني اذا كان في تشكيل المباراه او احتياطي. يمكن مروان اشتكى في تمرينة اول امس، النهارده بيشارك في التمرينه كامله، واعلن ايضا جاهزيته لهذه المباراه برضه وطبق الرؤيه الفنيه لمستر بيتسي موسيماني في بدايه المباراه او احتياطيا برضه. يمكن على المستوى الاصابات الحمد لله ما فيش اصابات خالص لفريق النادي الاهلي، دكتور احمد ابو عبله طبعا رئيس الجهاز الطبي. وبالمناسبه كابتن هاني وبالمناسبه سهام، لازم يعني خلف الكاميرا يبقى فيه على طول ناس فيها مجهود كبير، فبرضه فريق الكوره نفس القصه، يعني ممكن يبقى ظاهر ناس في ناس مش ظاهره خالص في فريق الكوره، مثلا على راسهم مثلا الدكتور احمد ابو عبله بيقوم عنده دور كامل في عياده، كل لاعبي النادي الاهلي عنده طول اليوم، عنده مدلكين اذا كان سامح او اذا كان مكي، في دكتور تغذيه الدكتور عبد الرحمن من اول اليوم لنهايه اليوم، تغذيه الفريق في الفطار وفي الغداء وفي العشاء، في العمال عم مكي وعم صلاح على طول مع فريق النادي الاهلي في الملعب، وغسيل لاعبي النادي الاهلي بعد التمرينات، في نور اللي بيطهر كمان غرف الملابس وبيطهر المطعم وبيطهر غرف اللاعبين في الفندق في الملعب اليوم، في كوادر شغاله خلف الكواليس ليها كل ألف مليون تحيه على المجهود الكبير اللي بيقدموه الجهاز الاداري طبعا بقياده مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، معاه جهاز اداري ولا اروع ولا اجمل، الكابتن سمير عدلي التاريخ الكبير جدا، الكابتن ماهر عبد العزيز، الكابتن احمد فوزي، كل شغال الكل بيخدم فريق الكره عشان باذن الله يكون النتيجه باذن الله بطولات. والنادي الاهلي شاطر في القصه دي قوي كابتن هاني، طبعا عندك خبرات من او فاهم اللي انا بقوله ده كويس قوي. النهارده يوم النادي الاهلي بدا صباحا، بدا في التاسعه والنصف صباحا كان فطار النادي الاهلي. مستر بيتسو موسيماني زي ما تفضلت وقلت كان النهارده في مؤتمر الصحفي الساعه 12 الظهر في استاد بنجامين. يمكن مستر بيتسو موسيماني وايمن اشرف كابتن الفريق كانوا حريصين ينزلوا ارض الملعب قبل بدايه المران اللي كان في الرابعة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وده هيكون موعد المباراة. حالة الجو الساعة 4 عصرا القصة مختلفة خالص غير ميعاد التمرين اللي الأهلي كان بيتمرن فيها عشان يكسر حدة الجو، وفعلا الساعة 4 اللعيبة أدت تمرينة قوية جدا. النهاردة مستر بيتسو موسيماني أخفى كتير من تشكيل حرص، يعني ممكن يكون الفريق سيمبا مراقب التمرينة ولا حاجة، فأخفى كتير من تشكيله وغير قمصان اللاعبين، فممكن بكرة نلاقي ثلاث ديفندرات، ممكن بكرة نلاقي ديفندرين، ممكن نلاقي جناحين هو الاقرب، ممكن نلاقي اصناء العاب في فرويد، في ناس حجزت طبعا التشكيل زي ابو واليا زي بدري بنون زي الشناوي زي هاني، في ناس حجزت ولسه في ناس بقيه المراكز لسه حائره، بكره هنعرفها باذن الله بعد المحاضره. بكره اليوم هيكون في التاسعه صباحا وجبه الافطار، الساعه 1 الظهر هيكون الغداء، 1:30 المحاضره، التحرك هيكون الساعه 2 الاستاد، المسافه حوالي 25-28 دقيقه، باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. الاجتماع الفني اسفر عن ارتداء فريق سيمبا التنزاني الزي الاحمر بالكامل وحارس المرمى الزي الرمادي، النادي الاهلي الزي الازرق بالكامل وحارس المرمى الشناوي احسن حارس مرمى في افريقيا الزي الاصفر. طبعا زي ما قلت سهام سمعك 25% من سعه الاستاد، يعني حوالي 15 ألف متفرج. وبالمناسبه سهام
في جماهير كتيره جدا بتشجع النادي الاهلي، هي من سيمبا التنزاني، من بيانج افريكانز، النادي المنافس سيمبا التنزاني. ده الاهلي ولا الزمالك هناك يا شريف؟ جماهير بكره بتشجع النادي الاهلي من يانج افريكانز. يانج افريكانز ده الاهلي ولا الزمالك هناك؟ الاهلي. كل يانج افريكانز لا ما اقدرش، ما اعرفش بس انا سامع ان شعبيتهم كبيره بتشجع النادي الاهلي في البلد. شريف احنا شايفين لا شعبيه الاهلي كبيره جدا، وبواليه بالمناسبه شعبيته كبيره جدا. وسمعت ان كمان بيحيوا اول ما بواليه نزل الملعب بيحيوه باسمه. خلينا نقول كان اللي قلقنا شويه ارضيه الملعب من خلال الفيديو اللي شايفينه قدام حضراتكم. ارضيه الملعب برضه شايف طمنا عليها، واضح انها مش سيئه، يعني مش زي ارضيه سونيديب في النيجر. شايفين الارضيه الى حد ما معقوله، وده كان قلق اللعيبه شويه، لكن شايفين حتى التدريب النهارده الارضيه مقبوله يعني. يمكن الاول بواليه قبل ما يروح لنادي الجونه ومن بعدها للنادي الاهلي كان بيلعب في انديه، جه نلعب قدام الانديه التنزانيه واحرز اكثر من هدف، عشان كده عمل علاقه كبيره جدا مع الجماهير. باذن الله باذن الله بكره يكون بواليه هو مفتاح السر لنادي الاهلي ويحرز كالعاده في الملعب. الملعب ارضيته كويسه جدا جدا جدا، الارضيه مستويه خفيفه مش تقيله، الارضيه كويسه جدا، احسن ملعب التدريب بكتير. النهارده الكره تمشي عليه سلسه خالص، ما بتنطش، ما فيش مطبات، ما فيش حفر، لا الملعب كويس، اللعيبه ما اشتكتش منه، عملوا تمرينه كويسه النهارده في نص الملعب في بدايه المران وفي نص الملعب الاخر عشان خاطر يمشوا في الملعب كله، فلا الدنيا مبشره والملعب كويس يا كابتن هاني. طيب ده كان خبر مهم جدا، ويعني زي ما احنا شايفين ومتابعين معاك يا شريف، يعني النادي الاهلي مستعد من كل الجهات على مستوى الاجراءات الاحترازيه، على مستوى التدريب، على مستوى كمان التاهيل النفسي. والنهارده اللي اتكلم عليه موسيماني وايمن اشرف في المؤتمر الصحفي بيدل ان شاء الله ان مركزين في المباراه، مركزين ان شاء الله ان نحسم المجموعه قريب. شريف بنشكرك، وكمان بلغ شكرنا لكل الجنود اللي حضرتك اتكلمت عليهم، بدايه من عمال اللبس لغايه استاذ محمد الضماطي رئيس البعثه. اعتقد كل واحد بيقوم بدوره على اكمل وجه فيه، ودوت يعني زي ما انت بتقول الصوره اللي شايفينها للنادي الاهلي بهذه الامكانيات وبهذه الاحترافيه وراها جنود كتير جدا جدا، وانا عشت الامور ديت، يستحقوا طبعا التحيه، وانت كمان شريف تستحق التحيه على المجهود الرائع اللي بتقوم بيه من خلال التغطيه الاكثر من رائعه لبعثتنا هناك في تنزانيا. بنشكرك شكرا جزيلا، دعواتنا ان شاء الله للاعيبتنا ان شاء الله ان احنا باذن الله نفوز بكره بهذه المباراه. شكرا لك شريف شعبان من تنزانيا، شكرا جزيلا.